السلام عليكم مشاهدينا الأكارم إلى هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج الإخباري التحليلي تحت الضوء، والذي سنضع فيه كل مرة قضية من القضايا اليومية على طاولة النقاش للبحث في أبعادها وخلفياتها. حلقة الليلة تتناول تخليد بلادنا لليوم العالمي للاتصالات، حيث خلدت وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال اليوم العالمي للاتصالات تحت شعار زيادة ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال من أجل إحداث تأثير اجتماعي. وحسب المداخلة الرسمية فإن الهدف من هذا النشاط هو إتاحة إمكانات تقنيات الإعلام والاتصال أمام الشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الناشئة ومراكز التكنولوجيا. فإلى أي حد يمثل تخليد هذا اليوم رافعة للمقاولة الشبابية؟ وأي انعكاس للمستوى الذي بلغه تطوير تكنولوجيا الاتصال على الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ وأين هذا من تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة؟ هذه هي أسئلتنا في هذه الحلقة، والتي نستضيف فيها زينب بنت بونا المديرة المساعدة لتقنيات الإعلام والاتصال. أهلا بك ضيفتنا. في البداية، في ماذا يتنزل النشاط اليوم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للاتصال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبيه الكريم. أود فقط أن أشير إلى أن هذا التخليد يأتي على غرار المنظومة الدولية، وهو ويصادف الذكرى 151 لإنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو يتم من خلال سلسلة من النشاطات تدأبت الوزارة سنويا على العمل عليها بالتعاون مع كل الفاعلين في القطاع. ولكن هذا العام الموضوع يتميز بأنه موضوع مهم جدا، لأنه والشعار ريادة الأعمال في مجال تقنيات الإعلام والاتصال من أجل تأثير اجتماعي، وهو يتماشى مع عمل الحكومة الرامي إلى تسخير وإتاحة كافة إمكانيات تقنيات الإعلام والاتصال من أجل ولوج الجميع إلى هذه الخدمات التي توفرها، وخاصة الشباب لإطلاعهم على فرص العمل التي توفرها تقنيات الإعلام والاتصال. ولا دل على ذلك من المسابقة التي تم تنظيمها وشارك فيها 100 شاب، مسابقة الهواتف النقالة، تطبيقات الهواتف النقالة، والتي ستساهم بلا شك وتطور المحتوى الرقمي الوطني، وهو نشاط مهم جدا تشرف عليه الوزارة كما أسلفت. سنعود لهذا النشاط، لكن بخصوص الحدث اليوم، هل فعلا وصلت موريتانيا لمستوى من الخدمات الاتصال لكي يعني تكون من ضمن الدول المخلدة لمثل هذا النوع من الأحداث؟ فعلا يمكن تأكيد ذلك، لأن الحمد لله وبعمل الحكومة بقيادة السيد الرئيس فخامة الرئيس السيد محمد بن عبد العزيز، متابعة وإشراف من معالي الوزير المهندس يحيى بن الحدامين، تم إنشاء بنى تحتية رقمية. يمكن نقول أن المادة موجودة، لأن البنية التحتية الرقمية موجودة، موريتانيا تم ربطها بالكابل البحري، يزيد من قوة تدفق الإنترنت عالي الجهد. وكذلك تم مولي إعداد منظومة قانونية من شأنها أن تضمن ثقة أو تخلق ثقة رقمية للبلد حتى يتم جذب المستثمرين. وتم كذلك إعداد مشروع الربط الوطني الذي تم إطلاق دفاتر، تم المساعدة على دفاتر الالتزامات، وهو من شأنه إنشاء 1600 كيلومتر لربط عواصم الولايات. ولا شك أنه سيكون له تأثير اجتماعي، فضلا عن كونه له تأثير اقتصادي، لأن تقنيات الإعلام والاتصال لها الدور الأساسي كمحرك اقتصادي كما أثبتت الدراسات العالمية والدولية. أنتم في إدارة الاتصال وتقنيات الإعلام، هل أنتم راضون عن خدمات الاتصال المقدمة على المستوى الوطني، سواء من الإنترنت، سواء من خدمات الاتصال GSM الهواتف؟ يعني هل أنتم راضون عن مستوى الخدمة؟ نحن نعمل ولدينا الهمة على العمل وزيادة هذا، ونقبل، يمكن أن نقول أننا راضون، لأن الحمد لله العمل مستمر، ولدينا استراتيجية وطنية من
2012-2016، وفيه لجنة تقييم لمدى وصلت هذه الاستراتيجية، مدى وصلت المشاريع، متى أين نحن من تنفيذ هذه الاستراتيجية، لأن فيه دراسة بالتعاون، دراسة من القطاع بالتعاون مع البنك الدولي، أين هي التحديات الكبرى التي تواجه هذه الاستراتيجية لكي يتم تنفيذ كل المشاريع. ولكن المشاريع المهمة منها وهي البنية التحتية، لأن من أين ما تعود فيه بنية تحتية ما يمكن ولوج جميع الخدمات، لأن نحن لا نتحدث عن العاصمة نواكشوط فقط، نحن نود أن تكون فيه إنترنت، تكون فيه تقنيات الإعلام والاتصال على عموم التراب الوطني. وبذلك إن شاء الله مستقبلا عندما يتم إنجاز مشروع وارسي في موريتانيا ستكون فيه نفاذ لتقنيات الإعلام والاتصال للجميع إن شاء الله مستقبلا. نعود إلى العنوان الحدث اليوم، هو التأثير الاجتماعي لخدمات الاتصال. يعني بالنسبة لكم الخدمات المقدمة من طرف إدارتكم ومن طرف الوزارة، هل هي لها تأثير اجتماعي وبعد اجتماعي على المستهلك؟ يمكن أن نقول أن تنظيم هذه المسابقات، مسابقات تطبيقات الهواتف النقالة، يمكن أن نصنفها في إطار تأثير اجتماعي، لأنها مساهمة في خلق فرص عمل للشباب مبتكرين، تشجيعهم أيضا هذا فيه تأثير اجتماعي، وفيه مولي تأثير اجتماعي من ناحية أخرى، لأن تطبيقات الهواتف الذكية التي تم اختيارها هي مواضيع اجتماعية تمس فيها بعض الأمور الاجتماعية التي موجهة للمجتمع وستؤثر عليه اجتماعيا، كما أنها اقتصاديا لها عوائد اقتصادية، عوائد اقتصادية وبعدها. سنشاهد بعض حديث مع بعض المشاركين اليوم في المسابقة من التقتهم كاميرا البرنامج ضمن الحدث اليوم. Aujourd'hui un jeu qui est Léo in Mauritanie, dont le personnage principal est Léo, qui est un étranger qui est en visite en Mauritanie. Le but qui va visiter chaque ville et découvrir chaque ville, découvrir l'aspect culturel de chaque ville, et à la fin de chaque épisode, à la fin de chaque niveau, il va récupérer un objet qui caractérise cette ville. Notre but, c'est de créer un nom mauritanien dans l'industrie du jeu, faire connaître notre pays à l'étranger et promouvoir le secteur touristique en Mauritanie. خديجة السيدي بوي ومعايا اخويا الشيخ العباس السيدي بوي، احنا شاركنا في هذا التطبيق مسابقة التطبيقات النقالة، شاركنا بتطبيق انقالو سيجا. التطبيق يتكلم اساسا عن ربط المواطن بالمؤسسات الحضارية. التطبيق احنا كيف نعرف دائما المؤسسات الحضارية يرينا يعدوا ياسر من المهام يقر مو عليك من الوجه به، اللي ضعف التواصل بين المواطن والمؤسسات الحضارية، ولذلك جاتنا فكرة هذا التطبيق. هذا التطبيق لا هي يربط المواطن ولا هي نعت له جميع نوعيات الطلب، لا هي نعت له خدمات اللي تقدمها المؤسسات الحضارية من تنظيم تصريف مياه، ترخيص، أي شكوى أخرى لا هي تجيه على باله. طبعا لا هي الاستمارة، لا هي تجيه الاستمارة اللي هي ملاها، فيها الاسم، فيها رقم المنزل، فيها رقم، فيها البريد الإلكتروني، ولا هي نتواصل نحن مع الجهة المعنية يوصل الجواب على الإيميل اللي مشالنا. هذه خدمة لهي توفر ياسر من الجهد والتعب على المواطن. هذا التطبيق يعالج موضوع مهم هو الوحدة الوطنية من خلال كسر حواجز اللغة واللهجات الوطنية، يعلم اللهجات الوطنية كاملة، الحسانية والأردنية والبلدية والسننكية، ويكسر ملي حاجز الثقافة، وكله يعرفوا على ثقافة الآخر من خلال مسابقة ثقافية كلها بجانبه، ويشوفون فيها إرشادات صوتية معناها الكلمة منطوقة باللغات كاملة. يقولها بروفيسور من سونينكا، يقولها واحد اخر من مولف، واحد من الحسانيه، واذا كان ومكتوب من اللي عقب ذاك، وفي مسابقات ثقافيه مثلا يعطيك ثقافه معينه، ثقافه من ثقافه الولف، والله ثقافه من مثلا كيف تصور تقدحها، ويقول لك هذه شنو، هذه شو يسموها الثقافه الفلانيه، وهذه شو يسموها الثقافه الفلانيه. Actuellement, l'application ça parle un annuaire qui contient les centres informatiques en Mauritanie. Les centres informatiques en Mauritanie, le fait que l'utilisateur, qu'il ne connaisse pas la place de centre ou bien le lieu de centre, s'il clique, il va trouver les informations de centre comme le CDD, comme CCFE, exemplaire. Quand est-ce qu'on clique là, on trouve la présentation et le secrétaire et son numéro de téléphone. Donc le fait que l'utilisateur trouve les formations qu'il veut, il va l'appeler directement
pour réserver la place, pour s'inscrire. Appel direct. Il y a le bouton appel direct pour chaque centre. Donc s'il clique, il va l'appeler directement pour confirmer qu'il va faire cette formation. Et s'ils ne connaissent pas le lieu, il y aura le lieu de localisation en bas. Le fait qu'il clique, il va localiser la distance, lui et le centre. Il prend un taxi directement. إضافة نوعية لخدمات الاتصال وللسوق الإلكتروني الموريتاني. عن هذه التطبيقات من إضافة حول تطبيقات أخرى مشاركة سواء في مسابقة هذا العام أو في مسابقة العام الماضي. شكرا. نشير فقط إلى أن النسخة الأولى من مسابقة الهواتف النقية الهواتف النقالة تطبيقات الهواتف النقالة تمت ولأول مرة في موريتانيا في العام 2014 السنة قبل الماضية، وتمت باقتراح من ورشة نظمت بالتعاون مع البنك الدولي وتم ضمن التوصيات التي توصلت إليها هذه الورشة والقائمين على الورشة، هو تنظيم مسابقة الهواتف النقالة للشباب من أجل إدماجهم في الحياة النشطة وإتاحة الفرصة أمامهم لخلق فرص تشغيل، كما تشجيعهم على الابتكار، وكذلك تأكيد لهم أن تقنيات الإعلام والاتصال هي قوى دافعة للابتكار. ونظمت في ذلك العام وتم اختيار من ضمن أزيد على 100 تطبيق هاتف نقال، 10 تطبيقات تم اختيارهم وفق لجنة تحكيم أنشئت لهذا الغرض متخصصة، وكان الفائزون الثلاثة الأول متميزين جدا لأن كانت التطبيقات في المطلوب أعجبت المشاركين من فاعلين في المجال من شرائك الاتصالات وكذلك مهتمين بالموضوع. كان التطبيق الأول هو جاب أب، وهو تطبيق يمكن القول أنه يسهل وقت التواصل بين المريض والطبيب المتابع مريض مرض السكري، وإعطاء جميع المعلومات اللازمة سواء كانت من طرف الطبيب، يمكن فيها تبادل معلومات بين الطبيب والمريض وتشخيص حالته الطبية مثلا يتم خلال المتابعة الصحية بين الطبيب والمريض عن طريق جهازه المحمول، وهي يمكن مولي فيها فائدة عنها، يمكن تحميلها على جهاز محمول للشخص المريض حتى يتسنى له يعود به تواصل مستمر بينه والطبيب والاطلاع على مدى خطورة. والتطبيق الثاني هو تاكسي سكيورتي، هو عبارة عن تطبيق سيارة أجرة آمنة هو تطبيق يهدف إلى إبلاغ الشخص الذي استأجر السيارة، يمكنه إبلاغ شخص آخر غير موجود معه إذا كان فيه أي محاولة لإشعار بالخطر قبل وقوعه، يمكن إرسال له معلومات تتعلق بالسيارة حتى يتم تنبيهه وإبلاغ الشرطة بأن فيه محاولة غير مثلا محاولة تهدد حياته هناك القبيل. هذا التطبيقات السنة الماضية السنة قبل الماضية نعم. السنة الماضية 2015 التطبيقات كانت مسابقة 2015 لم تنظم المسابقة بشكلها المعهود، وإنما تم نظرا لضيق الوقت والتحضيرات، ولأن كانت السنة الماضية ذكرى دولية أعم وأشمل من هذا، لأنها كانت ذكرى 150 سنة لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، لابد أن يكون فيه تطرق للمواضيع المهمة والشعارات السنوية خلال كل سنة والإمام بالموضوع من جميع جوانبه، وتقنيات الإعلام والاتصال ككل ما هي فوائدها أهميتها الفرص المتاحة التي يمكن أن تتيح لنا. فتم بالتوازي مع النشاطات المتعلقة بأهمية القطاع تقنيات الإعلام والاتصال تنظيم دورات تكوينية للشباب الذين ما زالوا في مراحل الدراسة في ماستر وفي الليسانس على تطبيقات الهواتف الذكية، ما هي الخدمات، وكل هذا تشجيعا للمحتوى الرقمي الوطني، لأن كما أسلفنا
هذه التطبيقات هي مواضيع يمكن أقول أنها تمس حياتي اليومية للمواطن. تطبيقات هذه السنة؟ تطبيقات هذه السنة نفس الشيء، نظمت المسابقة بمشاركة 100 شاب وتم اختيار 10 تطبيقات مفضلة اختارتها اللجنة من الوزارة، وبعد ذلك قدمت هذه 10 تطبيقات لجنة التحكيم مختصة، وكانت كلها تطبيقات مهمة. كان بها على سبيل المثال تطبيق يعزز الوحدة الوطنية، وهو أنه تسهيل التواصل بين عمال في مؤسسة يمكن أن يعتبر معجم للغات الوطنية. معجم للغات، يمكنك بنفس الوقت يمكنك تعرف يعود معك حد من بولار وحد من ولف وحد من سونك، تعرف لغاتهم مثلا اللغات بسيطة، ويمكن أنك تسجل ويعطيك يصحح لك الكلمة بمنطقها مخارجها الصحيحة. وكان فيه مولي تطبيق مهم جدا وهو موجه للنساء، وهو زينك بيدك، وهو لتحسيس النساء حول ضرورة استخدام المواد الطبيعية من ناحية التجميل وإلغاء المواد التجميلية الضارة بالصحة كاملة، سواء كانت صحة وربما تعود عندهم واللي تأثير على هو التصفية النهائية 10 تطبيقات يفوز منهم 3 تطبيقات، لكن مجمل المشاركات كان أكثر من 100 مشاركة. 100 مشاركة تم تصفية منها 10 مشاركات. 10 مشاركات، هذا الرقم يعني يعطي صورة عن شغف الشباب بالتكنولوجيا، شغفهم باستخدام هذه التكنولوجيا لصالح ثقافتهم، لصالح مجتمعهم. يعني ما الذي تقدمه الوزارة لدعم مثل هكذا طموح لدى الشباب؟ ما هو المسابقات؟ أولا المسابقة تعتبر دعم، لأنه تشجيع الابتكار وإطلاعهم على أنهم يقدروا يجبروا فرص عمل، مثلا ما تخلو ياسر من إجراءات ولا حانة وتخلق مسابقة ولا شيء، لأن إذا بين أيديهم رواية جاهزة ذيك هي تقدر تتيح لهم فرصة عمل ويطوروا مولي المحتوى الرقمي الوطني مهم، ويعالجوا مولي مشاكل وطنية كانت مطروحة، لأن الواحد منا عنده جهاز ذكي يجب أن يعود يستخدمه استخدام مثل ويستفاد من تقنيات الإعلام والاتصال. ثانيا يعني الوزارة متعاونة معهم ومشجعتهم كما أسلفت، ونشير في هذا الإطار إلى أنه تمت دراسة جدوائية إنشاء حاضنة للشركات الصغيرة الناشئة والمتوسطة رواد الأعمال المبتكرين، لكنها تهيئ لهم مناخ عمل يقدروا يشتغلوا فيه الشباب مبتكرين، يقدروا شو نقولوا يسوقوا فيه منتجاتهم. لأن في طار تحضيرنا لهذه التظاهرة لاحظنا أن بعض الفاعلين في القطاع خصوصا شركات الاتصال يختاروا ينعجبوا حتى بهذه التطبيقات ويختاروا عندهم رغبة في دعمهم، غير مولي من ناحية أخرى يعودوا ما يختاروا يتعاملوا مع أشخاص يختاروا يعودوا فهم الشركات ناشئة يتم التعامل معهم. يعني طريقة تسويقهم طريقة مثلا ما هم ضدها، مثلا يختاروا قاع هما مثلا يطرحوها قاع هما كطالب، يقدر يختاروا عدو وراء شركات صغيره كما في العالم كامل، اصحاب تطبيقات اصحاب كلهم عنده شركه ناشئه. وهذه الحاضنه يعني ما الذي يمنع من انشائها؟ يعني وما الخطوات التي تم قطعها؟ لا، هو ما تم من انشائها هي ضمن الاستراتيجيه الوطنيه لتقنيات الاعلام والاتصال اللي اشرنا عليها 2012 2016، ولكن اللي خلق منها هو إمكانية دراستها، تم إعداد ورشة جدوائيتها وتم مثلا وعدلت ورشة بالتعاون مع البنك الدولي، وتم التعامل مع مختص بهذا المجال، تم التعامل معه اعتماده لهذا المجال لمتابعته حتى آخر لحظة حتى يتم إنشاءها. ما فهمت سقف زمني لإطلاق هذه الحاضنة خلال هذا العام؟ طبعا يمكن نقول أنه يمكن
يجب أن يكون في نهاية العام، لأن الدراسة الورشة المصادقة تمت على إنشائها، وكافة الفاعلين شاركوا في الورشة، كل أبدى رأيه في أهمية إنشاء هذه الحاضنة. يعني نحن نبارك للفائزين الليلة. أبلغني فريق الإعداد أن يعني تم تقسيم الجوائز ربما قبل البرنامج بدقائق، سنتابع لقطات من تقسيم الجوائز ونتعرف على الفائزين في مسابقة هذه نسخة هذا العام. نبارك الفائزين. هل تعرفتم على بعض المشاريع الفائزة؟ نعم، تعرضنا على المشروع الذي تقدم. كانوا من المشاريع التي تحدثنا عنها. المشروع الذي تحدث ما فيه هو مشروع المشاريع الفائزة، يعني هل يمكن تحديدها من خلال هذه الصور ما يتعلق ب هل هو مشروع يتعلق بربط ربط المواطن بالمجموعة الحضرية والبلدية عن طريق تسهيل التواصل بينهم بالخدمات الإدارية. الخدمات الإدارية ضمن المشاريع التي فازت كذلك تعزيز الوحدة الوطنية ضمن المشاريع التي ضمن المشاريع يعني نحن كذلك فيها رقم 3، أظن أنه مشروع تطبيق مهم جدا لفت انتباهي اليوم ضمن لجنة التحكيم، هو قضية استئجار المنازل للبحث في الإنترنت عن طريق شنو هي الصيغة اللي نقدروا نشرو بها حد منزل ما هو هنا على أرض الوطن عن طريق الإنترنت. تسويق والله يكريدا، خصوصا أن نحن هون ما هون رواية متنظمة الوكالات، ما هون شيء نظام الوكالات الإيجار، وهذا يمكن يبلغ حتى نعود مولي حسب البرنامج بمثيقة مولي، لأن المعلومات اللي يطرحوا معلومات مؤكدة ثابتة يمكن تطلع عليها عن طريق الانترنت. طبعا هذه التطبيقات الفائزة اليوم والتطبيقات التي فازت في نسخة 2014 هي إضافة نوعية للسوق الإلكتروني الموريتاني سواء على جوجل بلاي أو على أبل ستور، هل هناك من دعم وتشجيع لتسويق المنتج ليكون ضمن السوق الإلكتروني العالمي، أو هذا ضمن الحاضنة سيكون؟ جزء منه يمكن نقول أنه ضمن الحاضنة، لأنه يعود فيه بيئة رقمية ملائمة يتم إدماجهم فيها، وجزء منه يمكن أن يتكفل به الفاعلين في القطاع، لأن كما أشرنا الفاعلين في القطاع والمهتمين بدأوا إعجابهم بهذه بالتسويق ومستعدون للتعامل مع هؤلاء ما داموا لديهم منظومة قانونية كشركة أو حاضنة كما هو معهود أو معروف لدى البلدان الأخرى التي طورت فيها برامج الهواتف النقالة. واضح. الرفع من المستوى الحضور الرقمي الموريتاني يتطلب خلق بيئة سواء قانونية سواء تنظيمية سواء حتى بنيوية، يعني من البناء التحتية، يعني هل هناك برامج ستطلق في القريب العاجل وهي قيد التنفيذ الآن للرفع من مستوى هذا الحضور الرقمي والبنية الرقمية الموريتانية؟ يمكن نقول بعد قال نتحدث عن اللي موجود في موريتان، الحمد لله مربوطة بالكابل البحري لأول مرة، ومشروع وارسيت موريتانيا هو قيد الإنجاز، لأن دفاتر الالتزامات أدت لهذا الغرض وربط المناطق كما أشرنا عواصم الولايات. شكرا لك ضيفتنا سيدة زينب بنت بونا المديرة العامة المساعدة لتقنيات الإعلام والاتصال، شرفتنا في حلقتنا الأولى الليلة من تحت الضوء. ترتقون هذا البرنامج يوميا بين النشرتين العربية والفرنسية. في أمان الله وإلى لقاء قادم.